كونجلينس جروب، كونجلينس جروب، جروب 3 ترايبنوسوما، كونجلينس جروب بتحتوي على ترايبنوسوما كونجلينس اند ترايبنوسوما سايمي. ترايبنوسوما كونجلينس الديفينيتيف هوست اول انيمال سبيشيز بات موست باثوجينيك ان كاتل. باثوجينيستي هنا بتبقى عاليه في الكاتل. لوكيشن اوف ترايبنوسوما، خد بالك البلاد بس ما بتخشش لا الليمف ولا السيريبرو سباينال فلويد. الفيكتور جلوساينا بيولوجيكالي، وطالما ان الجلوساينا ظهرت في نقل التربينوسوما ما بتنقلش هي ابدا ميكانيكالي، بتنقل بيولوجيكالي، وبيبقى على طول الانفكتيف ستيج هو الميتا سايكليك تربينوسوما بنفس الطريقه اللي قلت لك عليها قبل كده. المود اوف انفكشن والانيكوليشن اوف ميتا سايكليك تربينوسوما. الدايجنوستيك ستيج التربينوسومال ستيج ان ذا بلود. الباثوجينيسي اوف تريبنسوما كونجلينس في الكاتل بتعمل ديزيز اسمه نجانا ديزيز. ديزيز في الكاتل اسمه نجانا ديزيز. الكاتل بتبقى suffering from severe weakness and emaciation. الدايجنوزيس تريبنسوما كونجلينس، طبعا انت اللي هتجاوب على السؤال. تريبنسوما صايمي، تريبنوسوما سايمي تاني واحدة، تاني سبيشيس موجودة مع تريبنوسوما كونجلينس في جروب كونجلينس جروب أو جروب رقم 3. ديفينيتيف هوست الكامل والشيب والجوت بات نوست باثوجينيك ان البيج. لوكيشن اوف تريبنوسوما في البلاد اونلي بتوين الار بي سيز. الفيكتور بتحتاج تو فيكتورز او مش بتحتاج تو فيكتورز، هي ممكن تنقلها الجلوساينا او تنقلها التبانس والستموكس. لو الجلوساينا اللي هو الفيكتور نمبر 1 نقلتها فهتنقل الديزيز بايولوجيكال، هيحصل تحورات للتريبنوسوما في البودي اوف ذا انسكت. لو التمانس والاستوموكس نقلتها فهتنقلها ميكانيكالي، فبالتالي الانفكتيف ستيج هنا هيبقى الميتا سايكليك تريبنوسوما لو الجلوساينا نقلتها. لكن انت فاهم طبعا لو اتنقلت ميكانيكالي هي بتاخد التريبنوسوم ما بيحصلوش تحورات. المود اوف انفكشن انيكوليشن اوف ميتا سايكليك تريبنوسومز found in the mouth of the fly بتحقنه في البلاد بتاع الهوست. الباثوجينيسي اوف تريبنوسوما صايمي هاي باثوجينيك في البيج و result in this within few days. الدايجنوزيس هنعمل نفس طريقة الدايجنوزيس بتاع انواع التريبنوسوما. جروب 4 تريبنوسوما بروزياي جروب بتشمل على 3 سبيشيز including 3 species اللي هي تريبنوسوما بروزياي، جامبينس اند تريبنوسوما روديسنس. تريبنوسوما بروزياي، تريبنوسوما جامبينس اند تريبنوسوما روديسنس. تريبنوسوما بروزياي الديفينيتيف هوست الاكواين والرومينانت اند اذر دوميستيكيتد انيمالز، يعني هي بتصيب برضو من سبيشيز اوف انيمالز. اللوكيشن اوف تريبنوسوما هنا التريبنوسوما بتعيش في البلاد بتوين الار بي سيز وبتكستند تو الليمف اند سيريبرو سباينال فلويد زي ما عملت بالظبط الفايفكس جروب. الفيكتور جلوساينا بايولوجيكالي، جلوساينا بايولوجيكالي، ترانسميشن هنا بايولوجيكالي في الجلوساين. انفكتيف ستيج ميتا سايكليك تريبنوسوما. مود اوف انفكشن عن طريق النوكليشن، خلاص دي فهمناها القصه دي. الدايجنوستيك ستيج التريبنوسومال ستيج ان ذا بلاد. تريبنوسوما لان انا لما باجي اعمل تشخيص بدور على الهوست بلاد، ما بدورش على الحشره، انا عايز اشوف الهوست بتاع الكاتل او البافلو مصاب بتريبنوسوما ولا مش مصابه. فبالتالي بدور على البلاد بتاعه، فايه الستيج اللي عايش في البلاد هو التريبنوسوما ستيج. الباثوجينيسيس اوف تريبنوسوما بروزياي بتسبب ديزيز اسمه ناجانا ديزيز. نجانا برضه تريبنوسوما جامبينس اند تريبنوسوما روديسنس دول في جروب 4 مع تريبنوسوما بروزياي، وهما دول تو بارازايتس بيسببوا السليبنج سيكنس وبيتنقلوا عن طريق الفيكتور بتاعهم هو الجلوساينا بيولوجيكالي، والانفكتيف ستيج فيهم هو الميتا سايكل تريبنوسوما زيهم زي تريبنوسوما بروزياي بالظبط.
زي تربيرسوما بروزيات بالظبط، ولكن هما بيسيبوا الديفينيتيف هوست فيهم الهيومن. اللوكيشن في البلاد والليمف والسيربروسباينال فلويد. الفيكتور بتاعهم حشرة الجلوساينا، نوع الترانسميشن في الجلوساينا بيبقى بيولوجيكالي. الانفكتيف ستيج ميتا سايكليك تريبانوسوما. المود اوف انفكشن عن طريق الانوكيليشن اوف ميتا سايكليك تريبانوسوما باي ذا انسكت. جروب 5 تريبانوسوما الكروزي جروب بتشمل تريبانوسوما كروزياي، تريبانوسوما ليوزياي، تريبانوسوما سايلري، اند تريبانوسوما ميليوفيكيا. تريبانوسوما كروزي او كروزياي، تريبانوسوما كروزي او بينطقوها تريبانوسوما كروزياي. الديفينيتيف هوست فيها هي الهيومن والدوج والكات. اللوكيشن اوف تريبانوسوما بنلاقيها في البلط والريتيكولو اندسيليال سيلز، بتتواجد في مكانين البلط والريتيكولو اندسيليال سيلز. الفيكتور ده بلاد ساكنج باج اسمه الريدوفايد باج او اسمه ترياتوما ميجيستا. ترياتوما ميجيستا بيتنقل في الريدوفايد باج، النوع ده من التريبانوسوما بيولوجيكالي. الانفكتيف ستيج طالما الترانسميشن بيولوجيكالي فالانفكتيف ستيج على طول بيبقى ميتا سايكليك تريبانوسوما، بس هنا التريبانوسوما بتعيش في او بتبقى الميتا سايكليك تريبانوسوما بتنزل في الفيسز بتاع الانسكت. عشان كده جروب 5 دي تبع التقسيمه رقم 2 اللي هي استركرالين جروب او بستريستيشن جروب، بمعنى ان الميتا سايكليك تريبانوسوما هنا ما بتتواجدش في البلاد في السلايفا بتاعه الحشره، ولكن بتتواجد في الفيسز بتاعه الحشره وبتتنقل عن طريق الفيسز بتاع الانسكت. المود اوف ترانسميشن هنا الحشره بتنقل البارازايت فروم هوست تو هوست، بتقف تبص دم من الهوست الاول المصاب، ف بتتغذى على الدم وبعد عمليه التغذيه على البلاد كونتيننج تريبانوسوما بتاخد التريبانوسوما دي وتتحول جواها داخل الهايند جات لانذر ستيج اسمه الايبيماستوجوت، وبعدين الايبيماستوجوت بيتحول لميتا سايكل تريبانوسوما في الريكتوم بتاع الانسكت، وبتنزل الميتا سايكل تريبانوسوما في الفيسس. التريبانوسوما دي هتتنقل ازاي بواسطه الحشره؟ ان الحشره هتعمل ديفيكيشن في مكان الانجوري اللي حصل من الانسكت. الانسكت وهي بتاخد اللي بتمص الدم بتاعها فبتعمل انجوري في المكان اللي عضته او عملت له بايتنج، ف الانجوري ده الحشره من خصائصها انها بتتغذى على البلد وبعد كده بتعمل ديفيكيشن في المكان، فبتعمل كونتامينيشن للليجون اللي هو انديوسد باي ذا انسكت. الليجون اللي عملته الحشره هيبقى كونتامينيتد بالفيسز اثناء الديفيكيشن بتاع الفيسز. دي اول طريقه الكونتامينيشن اوف هوست ووند باي ميتا سايكليك تريبانوسوما. تاني طريقه ان النتيجه الاريتيشن اللي بتعمله للحشره دي في بسبب الووند اللي سببته او بسبب الانجوري اللي سببته اثناء البايتنج، الهوست بيضطر ان هو يهرش في المكان العضه، ف وهو بيهرش في مكان العضه بتكون الانسكت عامله ديفيكيشن في البليس، فبياخد الفيسز ويعمل رابنج للكونجنكتيفا بايديه، فبالتالي بينقل هنا الميتا سايكليك تريبانوسوما بتخش البلاد سيركيليشن عن طريق الكونجنكتيف. دي طرق نقل التريبانوسوما كروزيال. شكل التريبانوسوما كروزيال في البلاد هنلاقيها ان زي ما انتم شايفين كده كاركترايزد ان هي هاز ا فيري لارج كاينيتوبلاست. Large kinetoblast, well developed undulating membrane and long flagella. التريبانوسوما هنا ده شكل اللي هو ال undulating form أو leaf like form، ده لما بتكون التريبانوسوما between the RBCs. ولكن مجرد إن التريبانوسوما بتخش في cell of reticular endothelial system بتتحول لليشمانيال stage أو ال AMSD. Life cycle of التريبانوسوما كروزي في الهوست وفي الانسكت.
الترايبانوسوما كروزي زي ما احنا فهمنا ان احنا ان هي عندها تو فورمز. الشكل اللي بيبقى شكله زي شكل الترايبانوسوما اللي هي الفلاجيليتد فورم او الترايبانوسوما الفورم، ده بيبقى موجوده في البلاد بتوين الار بي سيز. ولكن الفورم ده اللي موجود في البلاد نون ريبرودكتيف فورم، يعني ما عندوش القدره على التكاثر، فبالتالي علشان يقدر ان هو يتكاثر لازم يخش في السيل الفورتيكولو اندوثيليال سيستم اللي هي انكلودنج الليفر والسبلين والبولمارو والكاردياك ماسلز، ويخش كمان الكاردياك ماسلز والبرين. ف دي الفورمز اوف الترايبانوسوم. طيب دلوقتي الحشرة الترياتوما على اليمين عندنا، وعندنا الهوست على الشمال. الترياتوما اللي هي الحشرة البلاد ساكينج باج ده هيقف يعمل ساكينج للترايبانوسوما من البلاد ستريم، فهيعمل ساكنج للترايبانوسومال ستيج. الترايبانوسومال ستيج هتتحور على طول للاي بي ماستيجوت ستيج، وبعدين تبتدي تنزل على الريكتم. الاي بي ماستيجوت يتحور في الريكتم لميتا سايكليك ترايبانوسوما في الريكتم، وتنزل في الفيسز از ميتا سايكليك ترايبانوسوما. طيب الميتا سايكليك ترايبانوسوما دي خليك ماشي مع الاسهم، هتبتدي تدخل الهوست ازاي تاني؟ من الحشرة للهوست، هي موجودة في الفيسس فعايزة تدخل من الحشرة للهوست. في الحالة دي احنا قلنا ان الحشرة هتقف تعض الهوست او تاخد منه دم، تعمل انجوري وتعمل ديفيكيشن، وبعد كده هتنقل العدوى عن طريق الفيسس بتاعتها انها تعمل كونتامينيشن الووند بتاع الهوست. يعني هي خدت الترايبانوسوما من هوست وراحت لدغت هوست تاني، او عملت بايتنج لهوست تاني، وهي بتعمل بايتنج عملت ديفيكيشن، يروح داخل الميتا سايكليك ترايبانوسوما اللي اتكونت في الريكتم وفي الفيسز بتاعتها داخله للهوست عن طريق الووند انديوسد باي ذا انسكت. يتحور على طول الميتا سايكليك ترايبانوسوما اول ما تخش البلاد تتحور فورا لترايبانوسومال ستيج which is non reproducible، ما عندوش القدرة على التكاثر، لازم يخش في خلية الريتيكولو اندوثيليال سيستم. زي ما انتوا شايفين في الهوست هنا ترايبوماستيجوت او اسمه ترايبانوسومال ستيج، هتخش خلية السيل اوف ذا ريتيكولو اندوثيليال سيستم تتكاثر، تتحور الاول للشمانيا البودي او اسمها الاميستيجوت، ليشمانيا البودي لها اسم تاني اللي هي الاميستيجوت، تقعد تتكاثر بالبيناري فيجن وتزيد في العدد، وبعد كذا جنريشن من التكاثر تبتدي الترايبانوسوما تروح للبلاد تتحور لترايبانوسوما الستيج. يبقى هي تخش السيل اوف ريتيكولار سيستم تتحول للشمانيا البودي، تقعد تتكاثر لعدد معين من الجنريشن، وبعد كده تسيب السيل اوف ريتيكولار اندوثيليال سيستم عشان تروح تعمل الفورم التاني بتاعها في البلد اللي هو الترايبانوسومال ستيج، عشان الترياتوما حشرة الترياتوما تاخده وهي بتمص دم. دي اللايف سايكل بتاعت الترايبانوسوما. الباثوجينيستي اوف ترايبانوسوما كروزي بتعمل ديزيز اسمه الشاجا ديزيز. الشاجا ديزيز هنا الشاجا ديزيز الساينس بتاعته بتنقسم لجزئين، شاجوما اند رومانو ساينس. الشاجوما بنلاقي ان في مكان البايتنج بتاع الانسكت بلاقي فيه اوديما ات وان سايد اوف ذا فيس ويز سيفير انفلاميشن، بينما في الرومانو ساينس لو عملت كليك كده هتلاقي الرومانو ساينس بتشمل ان الاي خلاص حصل كمان فيها اوديما وانفلاميشن بتبقى كلوزد اي، يبقى هو بيبقى وشه منفوخ من جنب واحد والاي كمان بتاعته فيها اوديما.